السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هام وعاجل، قلق إسرائيلي من هجوم جديد لصنعاء، وإلى التفاصيل. عبر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفه من رد قوات صنعاء على العدوان الذي استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن، مؤكدا تصميم صنعاء على مواصلة هجماتها على تل أبيب. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الحوثيين سيستمرون في الهجمات وهم يعملون مع حزب الله وكذلك الجماعات في العراق، مضيفا نفضل أن يتولى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الحرب ضد الحوثيين. واعتبرت وكالة بلومبرغ أن قدرات إسرائيل محدودة بسبب المسافة التي تفصلها عن اليمن، بينما الحوثيون تحتوا الهجمات في حربهم مع السعودية وصمدوا بوجه الضربات الأمريكية البريطانية. في السياق، أكد موقع والا العبري أن إسرائيل تواجه تحديا كبيرا في مواجهة الحوثيين، وهم أكثر جراءة وقدرة على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يخشون إسرائيل وهم مصممون على مواصلة هجماتهم. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.